نروح لهشام ابو النجا. الاهلي بالنسبه لي حياه، وده جزء الحقيقه من 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 فلسفه النادي الاهلي ومن شغلنا احنا معاكم، لانه فكره انك تشتغل على نفسك، وفكره انك ما تبصش في كراسه غيرك، وفكره انك انت تركز على انك انت بصرف النظر عن مين بينافس حواليك، انك انت ازاي تشتغل على نفسك وتطور نفسك وتحدد اهدافك وتعرف امكانياتك وتحاول تطور منها عشان توصل للهدف ده، ده فعلا حقيقه يمكن اسلوب حياه. من نعمه 2023 اكسجين حياتنا، طبيعي نعمه طبعا دعواتك لينا النهارده، وناخد ناخد تعليق كمان. في مين؟ في نورهان مدحت، ده انا لو بفكر في مستقبلي زي ما انا بفكر في ماتش الاهلي النهارده زماني بقيت دكتوره. بالتوفيق يا نورهان، ان شاء الله باذن الله تبقي دكتوره قد الدنيا. طيب خلينا قبل ما اكمل كلامي واكلمكم على متغير شايفه اساسي ورئيسي وممكن يكون ليه تاثير جدا كبير جدا في مواجهه الدور اللي قبل النهائي، مش بس الترجي، في مواجهه الدور اللي قبل النهائي. المباراه دي بصرف النظر عن مين منافس وبصرف النظر عن نتيجه مباراه الذهاب مواجهه ثقيله بالنسبه لاي لعيب، لكن خليني اسمع راي واحد من نجوم النادي الاهلي طبعا المدفعجي الشهير كابتن خالد جدالله. مساء الخير يا كابتن خالد. مساء الخير يا احمد، ازيك وتحياتي ليك. اهلا وسهلا بحضرتك في يوم في منتهى الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي ولكل جماهيره. ازاي بتشوف المواجهه النهارده، وهل تعتقد انها هتتاثر على المستوى الاداره الفنيه موسيماني فيرسز شعباني بسبب نتيجه مباراه الذهاب نتيجه 1-0 الاهلي في تونس؟ والله الماتش النهارده يا احمد ليه سيناريوهات كتيره ومباراه صعبه، ولكن باذن الله نتمنى ان التوفيق يكون في جانب لاعبتنا. ايوه، وانا عن نفسي الاداره الفنيه بالنسبه للمباراه طبعا دور المدربين هيكون ليهم دور كبير جدا في قراءه الماتش وفي احداث التغييرات حسب احداث الماتش وحسب احداث المباراه، ولكن انا يعني نفسي اوجه كلمه للاعبتنا لاعبي النادي الاهلي. فضل طبعا احنا كلنا كل مصر بتدعي لهم ان ربنا يوفقهم ويحققوا الانجاز ويوصلوا باذن الله المباراه النهائيه. احنا مش طالبين منهم غير اللي عملوه المباراه اللي فاتت اللي كانت في تونس، يعني عملوا كل حاجه في الكوره، من تركيز كبير جدا، من استغلال للفرص، من انتشار جيد، من استحواذ على الكوره، عملوا كل حاجه في كره القدم من حيث العرض والنتيجه، يعني اداء كان مقنع جدا ونتيجه طبعا كانت مبهره بالنسبه لنا. فأنا أتمنى عشان ما نحطهمش تحت ضغط كتير أو نقعد نتكلم في فنيات، لأن الماتش خلاص فاضل عليه ساعتين ثلاثة، مش عايزين منهم أكتر من اللي عملوه الماتش اللي فات. لو بإذن الله اتعمل الكلام ده احنا هنكسب بإذن الله بنتيجة مريحة بإذن الله تعالى. أنا متأكد طبعًا إنه في حالة انعزال تام للاعيبة النادي الأهلي من بداية اليوم وصولا لغايه اللحظه اللي هيطلق فيها نيانت حكم المباراه صفارته، وهم معزولين تماما ويعني ما بيتعرضوش اي نوع من الاخبار او وسائل الاعلام او السوشيال ميديا. لكن خليني اسال حضرتك برضو، وانا بكلم الجماهير النهارده، يعني كل الجماهير بتتكلم في ماتش النهارده، وانا النهارده في كل حته رحت فيها الناس بتقول لي هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ايه، فالجماهير عايزه برضو تفهم. كنت بقول انه نتيجه 1-0 في رادس لخبطت حسابات معين الشعباني وخلته يفكر في لقاء النهارده بشكل مش تقليدي او بشكل مش طبيعي، كان يمكن بيرتب او باني فكره على انه يكسب في ملعبه ويجي هنا يحاول يتعادل مع الاهلي او يحاول يلعب على مرتده، لكن النهارده انت بتتكلم على فريق كبير زي الترجي، جرحت كبريائه وجرحت لعيبته وبالتالي جايين يدافعوا عن كبريائهم وعن اسم نادي الترجي. تتوقع ايه السيناريو اللي يفكر فيه معين الشعباني يواجه بيه الاهلي النهارده؟ معين الشعباني طبعا هو النهارده اول هدف من اهدافه ان هو ازاي يعوض الهدف اللي دخل مرماه في المباراه الاولى. ولكن في نفس الوقت انا من وجهه نظري ان هو برضه مش هيفتح الماتش، لان هو لو فتح الماتش هتكون طبعا في مصلحتنا، هنقدر نستغل مساحات عن طريق استغلال سرعه محمد شريف وصلاح محسن، فانا شايف ان هو هيمشي مع الماتش شويه شويه، مش هيستعجل ان هو يفتح المباراه، لان هو برضه مطالب بحاجتين، ازاي يسجل في مرمى النادي الاهلي وفي نفس الوقت ازاي يحافظ ان شباكه تكون نظيفه. تمام، وهي دي الصعوبه اللي هو هيواجهها.
وباذن الله هي دي اللي هتدينا احنا باذن الله الملكه ان احنا نقدر نتحكم في رتم الماتش وفي مجريات الامور. طيب. احنا النهارده بنلعب مع الوقت، بمعنى ايه؟ ان كل ما الوقت بيعدي والنتيجه زي ما هي او ان احنا قدرنا نحرز اهداف دي هتكون في مصلحتنا. اما بالنسبه معين الشعباني بيلعب ضد الوقت، كل ما الوقت بيعدي ده ضده هو لانه فرصه بتبتدي تقل. صحيح. طب حضرتك تابعت فرقه الترجي، واعتقد انه في مباراه الذهاب رغم انه النتيجه انتهت لمصلحتنا 1-0 لكن كان النادي الاهلي هو الاخطر وهو الاقدر على الوصول للمرمى، وبالفعل يمكن وصلنا يمكن في 3-4 كور فرص مؤكده وكان من الممكن جدا ان احنا نسجل. من وجهه نظر حضرتك ايه الثغرات اللي تشتغل عليها فرقه النادي الاهلي النهارده؟ يعني اذا كنت بتطالبهم ان هم يستغلوا نقطه ضعف او ثغره موجوده في فرقه الترجي وبالذات طبعا مهاجمين النادي الاهلي، سواء كان محمد شريف، كان طاهر هيبتدي، كان الشحات هيبتدي، يعني الفرود والاجنحه، ايه الحاجات اللي حضرتك تحب ان هم يركزوا عليها او يستنوها او يستغلوها افضل استغلال؟ طبعا احنا عندنا ميزه كبيره جدا، فرق السرعات ما بين المهاجمين بتوعنا وما بين خط ظهر فريق الترجي، بالذات الباك ليفت والاثنين اللي بيلعبوا في القلب. كل يعني نصيحتي لمحمد شريف وصلاح محسن وحسين الشحات وطاهر، ازاي اي حد فيهم هيبتدي يعني ازاي تاخد القرار وتتحرك خلف مدافعين الترجي لاستغلال سرعتك، لان هم التمركز بتاعهم مش كويس، بطأ شويه، احنا فرق السرعه في مصلحتنا، احنا ازاي نتحرك في خلف الدفاعات عشان نستغل المساحات. وده اللي احرزنا منه الهدف اللي جابه محمد شريف الماتش اللي فات، ازاي يتحرك التحرك العرضي وبعدين يتحرك تحرك طولي، ضرب خط ظهر من القلب، ضرب خط ظهر الترجي وقدر ان هو يحرز الهدف. فكل ما هنلعب النهارده هنستغل السرعات بتاعتنا اللي قدام اللي بتميزنا بتاعت المهاجمين بتوعنا، هيكون في فرص كتيره لينا. تعتقد انه ومن وجهه نظرك الافضل طبعا انه نلعب بنفس التشكيله والطريقه اللي بدانا بيها في رادس، ولا نرجع لطريقتنا وتشكيلنا الاساسي اللي احنا متعودين عليه طول الموسم؟ انا يعني من خلال رؤيتي لفريق الترجي والماتش اللي فات، انا اتمنى يعني من وجهه نظري انا طبعا احنا بعاد يعني واحنا بعيد عن الفرقه، بندردش مع بعض يا كابتن خالد بالظبط كده، لينا نظره فنيه. انا اتمنى ان نلعب بنفس التشكيل بس تغيير واحد، ان انا ازاي انا النهارده محتاج ان انا احتفظ بالكوره ويبقى عندي استحواذ بدرجه كبيره. طيب ما انا ابتدي افكر الثلاثه المدافعين اللي في نص الملعب انا هحافظ عليهم لان هم ادوا بشكل كويس جدا جدا هايلين، طب ليه انا ما احطش قفشه قدامهم والعب بصلاح محسن ومحمد شريف؟ دي وبعدين يعني حته التشكيل وحته الرؤيه الفنيه بتيجي من خلال انت ومتابعتك للفريق المنافس اللي انت بتلعب قدامه. طبعا طبعا انا من وجهه نظري لو التعديل دون موجود احنا هنربك فرقه الترجي بشكل كبير جدا ان شاء الله، لان هم بيلعبوا ثلاثه في نص الملعب، احنا هنبقى زياده واحد اللي هو قفشه، مراقبته هتبقى صعبه جدا لان عشان يتراقب لازم باك من الباكين اللي على الاطراف يضم معاه عشان يمسكه، ودي هتبقى مشكله كبيره جدا ليهم. فانا من وجهه نظري يعني القليله قوي ازاي ان انا احافظ على الثلاثه المدافعين في نص الملعب اللي هيدوني امان مع خط الظهر في النواحي الدفاعيه، وازاي ادفع بقفشه عشان اضمن برضو، لان قفشه من اللعيبه اللي بتعرف تباصي كويس وبتعرف تستلم الكوره كويس طبعا، وعنده رؤيه وعنده فيجن وبيعرف يلعب الكوره فين في الحته الفاضيه في الملعب، فهيكون ليه دور كبير جدا لو هو سليم طبعا 100%. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طبعا رجاله الاهلي اي حد النهارده هينزل ان شاء الله باذن الله قدها وقدود يا كابتن خالد، وجهه نظرك دايما مرحب بيها ومحترمه جدا، ونتمنى ان شاء الله تكون ضيف علينا في السادسه نتكلم باذن الله ان شاء الله عن تحضيرات واستعدادات النادي الاهلي للمباراه النهائيه. قبل ما اكمل كلامي مع حضراتكم، وايه الحاجه اللي تفرق في مباراه دور قبل النهائي في النسخه دي عن النسخه اللي قبلها؟ هجاوب حضراتكم بس بعد الفاصل.